معز الحريزي اللي هو مختص في الاتصال والتكنولوجيا الرقمية والمتحدث باسم المنظمة الوطنية تونس تنتج. مرحبا بك معز، أهلا وسهلا. مرحبا بكم بكافة مستمعي إذاعة جوهر أفام. يعيشك، مرحبا بك. أنتما كنتوا تقدمتوا ببيان طويل جدا فيما يتعلق بالحقائق، حقائق متعلقة بخصوص عملية الحديد والحجز متاعه بأحد المصانع. خلينا نبسطوا شوية القضية هذية ونفهموا ونفهموا مع بعضنا، علاش التركيز برشا على القطاع هذية الفترة هذية، وشنية السلبيات ولا شنية نتائج الاحتكار متاع المادة هذية على الاقتصاد التونسي؟ الحديد هو مادة أساسية لتشغل القطاع اللي هو قطاع البناء والأشغال العامة والمشاريع الكبرى. دونك وقت تفقد المادة هذية القطاع هذية الكامل يصير له معناها إشكال في تعطل كبير في الخدمة، ولا نجم حتى يقف معناها كما تبني عندك شانتي ولا دار ولا مواطن يبني ملقاش حديد في الشبني كيفاش يطلع، فهمتي؟ دونك مادة أساسية من غيرها هي قطاع كامل اللي هو القطاع هذا اللي شغل 500 ألف يتوقف على الإنتاج. هذه من هنا ترجع أهمية المادة نتاع الحديد. النقطة الثانية فيما يتعلق بالاحتكار وأسعار المادة هذية، وانتم ما كنتوا وضحتوا في البيان متاعكم، حكيتوا برشا على العشر سنين اللي تعديوا كيفاش انه المصنعين متاع الحديد يعني كانوا ديما يطالبوا بزيادات وما فماش بيان سور اتفاق واضح بين المصنعين وبين الأطراف الرسمية في تونس. شوفهم العملية هي الحديد، أسعار متاع الحديد تحددها الدولة مش أسعار حرة. وفي السابق كانت الركيزة متاع صناعة متاع الحديد كان هو مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، يعني كان نقول الدولة هي اللي كان فيها القطاع هذايا مما خذته مسكة بزمام الأمور فيه. دونك بالتدهور متاع وضعية منزل بورقيبة صعدوا مع صنع خاصة اللي هما خذوهم بعد خذوا السوق، ولت أغلبية إنتاج ما عادش مصنع الفولاذ ولا عند مصنع الخاص. ديما في العشر سنين هذيما الأخرانيين المصنع يجي بعد فترة يقول لك أنا الحديد في السوق العالمية زاد، مبررات مختلفة يقول لك نطلب بالزيادة، معناه يحاول يفرض الزيادة على وزارة التجارة. دونك هذه شنو صار في العشر سنين الأخيرين، حتى شلتنا المحطة الأخيرة إن هما المصنعين طلبوا بالزيادة في 12%، قالوا احنا لازمنا 12% على خاطر كيف الإنتاج واحد زاد. حكومة المشيشي وفقت لهم على الزيادة هذه، لكن التغيرات السياسية اللي صارت خلت الزيادة هذه تتعطل. كانت تفعل من المصنعين هذوما يقول لك أنا ما عادش نزود الحديد في السوق، الحديد خلاص أنت قلت لي بكري مثلا مش إنتاج، الإنتاج متوفر والإنتاج مفما ما يكفي. أما تزويد السوق هو اللي بكميات ضعيفة برشا. اللي عندهم المصنع قال لك أنا ما عادش مهبط الحديد في السوق إلا ما تزيدني، يعني في تم برد فير بين الدولة وبين المصنعين لهنا، يقول لك أنا ما عادش مهبط الحديد في السوق زيدني تو تهبط. اللي احنا بالنسبه لنا نعتبروها نفس العقليه نتاع استضعاف الدوله. اكل المواطن اللي يقص السكه نتاع ترام ويقول انا ما عادش ترام تعدي نتاع الفوسفات الا ما تخدموني في البسنه ولا في غيره، هذه نفس السلوك من جهه اخرى. انا لاني ما عادش عاطي الحديد الا ما تزيدوني في السمتنا، انا ما عادش مزود في الحديد، فهمتني؟ فشون اللي احنا باش نمشيو على خاطرنا حتى سمعت بعض الصناعيين راهو السلوك هذا غير قانوني وغير اخلاقي. واضح. وحاجه اخرى انه الدوله التونسيه خيرها سابق على الناس الكل، فمش حتى واحد راه عمل مزيه على الدوله التونسيه. كي نحكيو حتى المصنعين نتاع الحديد ولا كبار المصنعين هذوما ناس خدموا منذ سنين في تونس، عملوا ثروات وربي يزيدهم في تونس، كبروا مصانعهم وكبروا استثماراتهم في تونس وفي السوق التونسيه، حتى في الحديد خدموا والدوله وقفت معاهم في عدد الاشياء. دونك ما همش في وضعيه معناها في مقول وضعيه اجتماعيه وغير وضعيه اجتماعيه. ما فماش حتى حاجه تبرر في السوق. ثم بلادك اللي وقفت معاك، بلادك اللي كبرت فيها، بلادك اللي عملت فيها المشاريع المختلفه، تجي في فتره كيف نكيه وتمنع انت في سلوك، انا كما قلت سلوك غير اخلاقي وغير قانوني. معناها ما تجيش انت تمنع عندك البرودوي. احنا العمليه اللي تم حجزها 30,000 طن لو انه تم ضخها في السوق، مشكل المصنع ذاك ثم مثلا اخرين لو انه تم ضخ الماده ذيك السوق مشلوش ازمه متحدي 30,000 طن تكفي تونس 3-4 شهور. والله هكا كيفاش تفاعلوا يا معزه توينسه مع الخبر هذا ومع الكميه، سورتو كي قال لك 30,000 طن حديد؟ معناها فما شكون علاش احنا عندنا ناس تعرف راه مش تفهم انت، ثم ناس كاسات اجتماعي، ثم ناس اليوم يخدموا في شوانت ولا بناء ولا غيره ويقف على الخدمه نهار يخدم بالنهار ويقف على الخدمه. علاش؟ خاطر ما تمش الحديد في السوق والعمليه ذي تم في فتره كيف هكا اللي هو الحديد موجود به. كان تم حتى لو كان باش يطالبوا مصارع كان تم طرق اخرى. هي في اخر بيان وزاره التجاره ادعتهم قالت لهم زودوا الحديد في السوق
ونتفاوضوا. كان بامكانهم انهم راوا لكن سامحني معز، رغم الدعوه هذه تشدوا لكوي من في الليل يهزوا في الحديد ويخرجوا في الحديد من المعامل من غير فاتورات. انت 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 وقت توصل ازمه كيف هكايا دونك تدخل عدد الاطراف يدخل السوق السوداء تنتعش وكذا فهمتني دونك ثم حزز الفرق المختلفه نتاع الحرس الوطني نتاع حزز كميه عدد كبير من الشاحنات هي تنقل في الحديد تنقل فيه بلاش فاتورات معناها كما نقولوا في السوق في السوق السوداء سا ديبون منين جابوه كيفاش يجي وكذا الملف هذه توا مركزه معاه رئاسه الجمهوريه ومركز معاه رئيس الجمهوريه شخصيا وحتى النيابه العموميه والقطب القضائي والمالي دخلوا في الموضوع هذايا بصفه رسميه. يقول قايل 30 ألف طن حديد هذوما توا شنو مصيرهم شنو ينجموا يعملوا في المشهد الاقتصادي العام معناه؟ هو لو انه الكميه الموجوده اللي تم حاجتها اي توا باش يتمنح المصنعين باش يتمنحوا فرصه باش يسقوا علاش ما ظهر الكميه هذه ما اتخذتش في السوق؟ شنو الاسباب؟ صار عندهم فرصه باش يقدموا المؤيدات نتاعهم عندهم عندهم فرصه باش يقدموا المؤيدات نتاعهم وتم الكميه تم حجزهم وتم اعطائهم فرصه. انت عندك الكميه هذه الكميه كبيره ياسر علاش موجوده في المخازن؟ اعطيني ما يثبت معناها فسر لي علاش فسر لي علاش اذا شنو السبب اللي انت تخلي عندك كميه كما هيك موجوده معناها موجوده في المخازن هذيك دونك لو انهم قدموا اثباتات ما يكفي ما ممكن باش تفترض عليهم الطلعه نتاعها لو ما قدموش الاثباتات باش يتم حجزها معناها كما اي منتوج يتحجز معناها احنا حسب مصادرنا وزاره التجاره هي باش تكفل بالبيع نتاع هذه التزويد في السوق الكميه هذه باش تضخها وزاره التجاره في السوق وباش تقول وزاره التجاره بايعها والعائدات نتاعها باش ترجع للدوله. واضح واضح شكرا لك معز على كل المعطيات هذه والتفاصيل اللي قدمتها لنا فيما يتعلق بقضيه الحديد.